انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب. صورة وحيدة وظل بصوت الرخيم أربك الاحتلال الإسرائيلي بغموضه وحسن تدبيره وصعوبة تعقبه. محمد الضيف، المخطط الأول لعمليات ضربت إسرائيل وجيشها وكان آخرها طوفان الأقصى. ولد محمد دياب إبراهيم المصري الملقب بمحمد الضيف عام 1965 في مخيم خان يونس لأسرة أجبرت على مغادرة بلدتها القبيبة عام 1948، ودرس في شبابه العلوم بالجامعة الإسلامية في غزة، وهناك برزت شخصيته القيادية حيث نشط في العمل الدعوي والطلابي والإغاثي وفي مجال المسرح. انضم محمد الضيف لحركة حماس منذ تأسيسها، وسرعان ما تعرض للاعتقال لمدة سنة ونصف بتهمة النشاط العسكري مع الحركة، لكن الاعتقال الأول كان بداية توجه الضيف إلى العمل العسكري الفعلي، حيث عمل على تأسيس حركة منفصلة عن حماس بهدف أسر جنود الاحتلال، والتي كانت النواة الرئيسية لكتائب القسام التي أسس لها فرعا في الضفة الغربية، ومن هناك اكتسب لقب الضيف بسبب تنقله الدائم بين منازل الفلسطينيين وحلوله ضيفا عليهم خشية الاغتيالات الإسرائيلية في أثناء تخطيطه وإشرافه على تنفيذ عمليات عديدة ضد الإسرائيليين. مصادر متطابقة أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي عقد اتفاقاً عام 2000 مع السلطة الفلسطينية لاعتقال محمد الضيف بعد نشاطه الواسع هناك، لكنه استطاع الفرار مع بداية انتفاضة الأقصى ليتولى بعدها قيادة كتائب القسام إثر اغتيال قائدها العام صلاح شحادة منتصف عام 2002. لمع نجم محمد الضيف مبكراً وأصبح قدوة لجيل كامل من الفلسطينيين في الانتفاضة الثانية، وأصبح شعاره حط السيف قبال السيف، نحن رجال محمد ضيف، شعاراً يردده المتظاهرون لترهيب قوات الاحتلال في الضفة الغربية. بدأ الاحتلال الإسرائيلي في التخطيط لاغتيال الضيف، فنفذ محاولات فاشلة في أعوام 2001 و2002 و2003 و2006 و2014، وقد أدت إحداها إلى مقتل زوجته وابنه الرضيع بعد استهدافهم بغارة في حي الشيخ رضوان بغزة. خاض الضيف عشرات العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة، ما جعله المطلوب الأول للاحتلال طوال السنوات الماضية، لكنها بررت فشلها بأن الضيف هدف يتمتع بقدرة بقاء غير عادية ويحيط به الغموض، ولديه حرص شديد على الابتعاد عن الأنظار. خاض الضيف خلال قيادته كتائب القسام 4 حروب ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي بدأت بمعركة الفرقان عام 2008 وتلتها معركة حجارة السجيل عام 2012، ومن ثم معركة العصف المأكول عام 2014، وبعدها معركة سيف القدس عام 2021 التي كانت مفتاحاً لأكبر عمليات المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول من عام 2023.